بقول في جامعة القدس طبعاً إنه الطالب يكون حاصل على الشهادة الثانوية العامة بمعدل فوق 65. المعدل بتفاوت للقبول بين الكليات، كلية الطب البشري 96.3 ل 65 كلية الآداب نقبل عليها. الإقبال على الجامعة ممتاز هاي السنة، عنا تقريباً 3000 طلب، قبلين منهم 2000 طالب. الطالب اللي بينقبل بالجامعة معه أسبوع يدفع المبلغ ويجي يثبت مقعد عنا بالجامعة. بعض الكليات القبول تنافسي عليها طبعاً، إحنا بنقبل أكبر عدد من الطلاب بناء على معدلهم وعدد المقاعد اللي متاح لنا بالجامعة. جبت بالتوجيه 84.5، اخترت جامعة القدس انه قريبة علي، جامعة منيحة يعني وفيها صحابي. اخترت تخصص كلية الهندسة، تخصص هندسة حاسوب. اخترت هاي الجامعة، شفتها انه كسمعة انه جامعة منيحة، وبلاحظ انه جميع جامعات فلسطين بشكل عام جامعات ربحية واغلبهم للربح مش للتعليم، فهاي الجامعة حسيت انه للتعليم بتميل اكثر من الربح. وجبت معدلي بالتوجيه 82 علمي، وحابة أدرس هندسة حاسوب، وإن شاء الله إنه من هاي الجامعة بشوف مستقبلي وحياتي وإن شاء الله خير. جبت معدل 93.2 علمي، وحابة طب أسنان، يعني من زمان كنت ناوي أدخل الجامعة، جامعة أبو ديس القدس، فمشان هيك وتخصصي كمان مش موجود غير فيها، مشان هيك يعني حابة الجامعة ومتفائلة إن شاء الله. أنا جبت معدلي 75 علمي، اخترت كلية الهندسة، هندسة إلكترونية. أنا اخترت جامعة القدس لأنها جامعة يعني مثالية، بتقدم مجالات للمستقبل يعني لصعيد العمل يعني، ويعني إنها جامعة ما شاء الله مضبوطة يعني، حتى في التسجيل كان يعني الأخوة متفاهمين يعني معانا. تخرجت من الثانوية العام معدل 84. اخترت جامعة القدس أبو ديس لأنها بالنسبة لنا أقرب وأكفى، وبعد مسألة ذوي خبرة. والتخصص اللي أنا اخترته هو الحقوق لأنه أنا حاب أكون محامي. الدراسات الثنائية هو تخصص جديد في جامعة القدس بل في فلسطين وفي الوطن العربي. يعتمد البرنامج على التعليم النظري والعملي في نفس الوقت. يقضي الطالب تقريبا سنتين في الجامعة وسنتين في الشركة الفلسطينية المشاركة في هذا البرنامج. برنامج فريد من نوعه، مش موجود في الوطن العربي كما ذكرت، لكسر الفجوة ما بين أو إلغاء الفجوة ما بين الجامعات الفلسطينية والقطاع الخاص، لأن هناك فجوة كبيرة والكل يعاني بأن هناك خريجين كثر في فلسطين من الهندسة ومن التخصصات الأخرى، ولكن غير أكفاء حسب رغبة أو حسب طلب الشركات المحلية. فحنبدأ إن شاء الله بالبرنامج بشهر 9 بهندسة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات، وإن شاء الله يعني عدد كثير من الطلبة يستفسروا وقاموا بتقديم طلبات لهذا البرنامج حتى نحصل على الأقل على 25 طالب أو تقريبا 25 طالب في الهندسة الكهربائية، وبرنامج الاي تي التكنولوجيا المعلومات أيضا 25 طالب اللي حيكون في أبو ديس في المقر الرئيسي للجامعة، وأيضا لتكنولوجيا المعلومات حيكون فرع أيضا في بيت حنينة إن شاء الله.
أينما أذهب عنواني يبقى دائماً القدس. أنتم أيضاً يمكن أن يكون لكم عنوان في القدس.com. ادخلوا الآن إلى mail.alquds.com. إيميل القدس، الإيميل العربي الجديد.